هتعمل ايه لو نمت يوم وصحيت بصيت وشفت نفسك في المراية، لقيت جواك سؤال تصرخ تقول انا مين انا مين، انا زي ما انا ولا اتقسمت اتنين؟ وبعدين بعدين قولي اللي في المراية، فهمني الحكاية، فرحان تعبان مرتاح ندمان، حاجات كتير في حياتنا اتسببت في حيرتنا، ودينا عايشين راضين جايين ورايحين. شكرا جدا على جرعه النكد من شيرين. كملي عليا بحاجه من اصاله. هي كل اغانيها كده وانا بحبها كده بصراحه. احنا نحب الدراما قوي، بس انت لسه صغيره على الدراما. والله بلاش لما تكبري، بلاش بلاش، خلي الدراما لما تكبري لما اكبر. طيب غني حاجه لاصاله، اختاري. تمام. حاجة نكت خفيفة كده برضه. يلا عادي مش حكاية، يلا عادي مش حكاية، يعني مش طالبة دراما، مش هتفرق شيء معايا، مش هتفرق شيء على جرحي، يعني ما الجراح بالكم في قلبي عادي يعني، ويلا دي جت على جرحي يعني، ما الجراح بالكم في قلبي عادي يعني، بس كان في شبر فاضي حط جرحك فيه وزود اسم جوه الخانة ماضي، جرح في خانة التعود وفي خانة الذكريات، حط اسمك في المواجع تحت خانة الملحوظات، اكتب ان الجرح واجع اما في الخانة هنرجع، اكتب